السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غيكونوا جوج ديال لي زاباراي فوتو اللي كيصوروا فيديو 4K بثمن مزيان من الشركه ديال لوماكس ان شاء الله. بالنسبه للكاميرا اللي غادي نعطيكم الاولى وهي جي اكس 80، هذه واحد الكاميرا اللي الكاليتي ديالها في الفيديو مقارنه مع الثمن ديالها مزيان. هذه الكاميرا كدير 3700، لوبجيكتيف اللي معها هو 45-150. كاميرا ستابيليزي في ليماج ديالها في البواتي وفي اللانس بجوجهم ستابيليزي. كاميرا كتصورك 4K وكتصور فول اتش دي. 4K تكون تصور 30 FPS والفول اتش دي كاميرا ميرورليس كتلاحظ راه صغيره وكاليتي ديالها واعره في الفيديو. والثمن اللي كيشجعك انك تاخذ كاميرا كتلقى اللي هو 3700، اللي ما تلقاش شي كاميرا بهذا لي زافونتاج ديالها بنفس الثمن ديال 3700. كاميرا الناس اللي كيخدموا بها عارفوا الكاليتي ديالها مزيانه، وكاين بزاف ديال لي سينيماتيك اللي غادي يعجبوكم الا دخلتوا قلبتوا تلقاو بزاف ديال التصوير ديالها اللي مزيان بزاف. بالنسبه للكاميرا الثانيه اللي هي لوماكس، هذه الكاميرا كتعجبني بزاف، جي اش 4، هي ميرورليس 4K، هادو بجوجهم فيهم واي فاي. هذه كتصور 4K وكتصور فول اتش دي تقريبا حتى ل 180 FPS، 180 فريم. بالنسبه للكاميرا راه فيها ليكرون كتقلب، جي اش 4 غنيه زوينه في لا فيديو بزاف. بالنسبه لا فوتو فيها 20 ميجا بيكسل، حتى هي ستابيليزي في الكابتشور ديالها وفي اللانس، حتى هي فيها واحد الثمن مزيان ديال 5700 درهم. هذه غتعجب بزاف الناس ديال سواء اللي بغاو يصوروا شي حاجه بروفيسيونيل. بالنسبه للكابتشور ديالهم كيكونوا صغار من الكروب، ولكن كيكون الاداء ديال لوماكس في الليل مزيان. الاوتو فوكس حتى هو فيهم مزيان، مي ما يوصلش ديك الدرجه ديال لي زاباراي الاخرين بحال كانون نيكون ولا لي موديل ديالهم الاخرين. بالنسبه لهذه راه مع 1260 والثمن 5700. هاد لي موديل قليل فاش كيكونوا عندنا ما كيكونوش ديما. هذه الاخرى ما فيهاش بورت الميكرو جي اكس 80، مي هذه راه فيها كاع لي بورت اللي تحتاج. ميكرو كيديروا الفوق بواحد الطريقه مزيانه باش واخا دوا الميكرو ما تقاش. لي زيكوتور باش تسمع الصوت اللي داخل الكاميرا ديالك، والاف في اوت ولاش تيمي. الكاميرا في الشده ديالها محكومه ميرورليس، ما تخيلاش بزاف، ما غتشكل لك حتى مشكل. بالنسبه للبون ديالها مزيان، ولا خديتي هادو بغيتي تصور لا فيديو شنو غيخصك، شنو غيخصك باش تطلع كاليتي مزيانه. واحد لوبجي اللي كيقلبوا عليه الناس بزاف، واحد لوبجيكتيف ديال زوين كيقلبوا عليه الناس بزاف ديال لوماكس اللي هو 1235 2.8. هاد لوبجيكتيف راه مخدوم في الديزاين ديالو، و حتى الفوكس ديالو داكشي راه ما كيتسمعش. لوبجيكتيف فيه 2.8 ايماج ستابيليزي، هذا الساك ديالو. هاد لوبجيكتيف تا هو فيه ثمن مزيان ديال 3200 درهم، راه كيتباع ب 4000 درهم هذا في السوق. حنا عندنا ثمن مزيان، خديتي هذا وخديتي معاه شي بواتي راك تطلع واحد الكاليتي ديال لا فيديو اللي واعره بزاف. بالنسبه لهاد لي موديل الناس كيفضلوهم في لي فوتو بزاف، في لي فيديو ما كيخدموش بهم الناس لي فوتو قليل. علاش؟ حيت الاداء ديال لي ماكس جي اش 4 مركزه على لي فيديو بزاف اكثر من لا فوتو. دونك الا خديتي راه غتخدم، الا كنتي سبيسياليزي في لا فيديو راه غيخدمو لك بزاف. كنتي كتصور لي فوتو تقدر تشوف شي حاجه احسن مثلا، وراه كاين بزاف ديال لي زاباري لي شو مثلا بحال لي سوني لي كارون. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا، النمرة ديالي ديما كنخليها لكم في الديسكريبسيون. بالنسبه للنمرة لوكاليزاسيون كتكون في ديما في الديسكريبسيون فوق راه لتحت. اللي بغى شي حاجه مرحبا. بالنسبه لي موديل راه يلاه جاوا ان شاء الله، اللي بغاو ما يتعطلش. وهادشي اللي كان في هاد لا فيديو. السلام عليكم.